مرحبا بكم من جديد في برنامج تونس السياسية. اليوم نستقبل ضيفنا من ألمانيا من برلين، وهو أحد المرشحين للحملة الانتخابية الجزئية لمجلس نواب الشعب في تونس على إثر تعيين الممثل في ألمانيا ككاتب دولة في حكومة يوسف الشاهد وسدا للفراغ، عوض أن يكون القانون يسمح وأنه فيه ما يسمى بالسوبليون اللي جي في بلاس مباشرة وراء النائب اللي ياخذ وظيفة أخرى أو ينتقل إلى مهمة أخرى. في تونس لا، يلزمنا نعاودوا الانتخابات من جديد ومع تكاليف والدولة أمورها ضعيفة، معليش نعاودوا الحملة من جديد ونعاودوا الانتخابات وعرس انتخابي جديد قريب إن شاء الله. سي محمد واصف العثماني، مرحبا بك. شكرا على الدعوة سي توفيق، وهذا يشرفني برشا أني نكون معكم متواجد اليوم. يعيشك يبارك فيك. احنا من واجبنا وأنه كل المترشحين مرحبا بيهم نقولها، لأنه ما نعرفوش احنا كل المترشحين في لهذه الحملة في ألمانيا، فاللي مترشح ويحب يتعدى في هذا البرنامج مرحبا به، لأنه نحن نحب نعطي نفس الحظوظ لكل المرشحين مهما كانت انتماءاتهم السياسية. هذا دورنا كإعلاميين. اللي لاحظوه كي نقرأوا السيرة الذاتية بتاع سي محمد العثماني والتجربة السياسية ثم الصورة، فهو شاب ومن الأجيال الجديدة التي تتطلع إلى خدمة البلاد وإلى خوض المعارك السياسية، ونحب نشوفه معاه شنو اللي خلاه يدخل في المعمعة السياسية في هذه الظروف الانتقالية بعد الثورة التونسية، وكيف جاءته الفكرة، وما هو نشاطه المجتمعي، وما هو نشاطه السياسي السابق. فهذه كل النقاط، ثم ماذا ينوي القيام به لصالح من سينتخبوه إذا تم انتخابه كممثل للشعب التونسي المقيم بألمانيا في مجلس الشعب. سي محمد العثماني، هل ممكن ناخذ بسطة عنك، من أنت وكيف أتيت إلى السياسة؟ أنا شاب تونسي كي برشا شباب في عمري، قريت في تونس، معناها السيك العادي في كل معناها إنسان أو يعني ولو أنا شاب عايش في تونس، قريت كملت الباك، طلعت لألمانيا عام 2007 أول 2007، بديت أقرأ اللغة الألمانية، قريت وبعد انطلقت في الدراسة في الجامعة التقنية في برلين سنة 2008. يعني عندك 10 سنين في ألمانيا. بالضبط، قرابت 10 سنين في ألمانيا. نعم. ودخلت في الحياة المجتمعية والتنظيم الاجتماعي للجالية التونسية من أنا وقت، من وقت اللي هاجرت لألمانيا، ولا جاتك الفكرة في خوض السياسة بعد الثورة؟ حقيقة بعد الثورة، قبل الثورة كما برشا توانسة كانوا يتبعوا معناها من وراء بيانسور، ما نحكيوش على المناضلين كانوا سور تيران، ولكن فما ناس كانت أنا منهم زادة كنت تبع معناها من وراء لي زيكرون، مش نكون معناها صريحة ما كنت راكش وراء الإكران، مش راكش يعني قاعد ندافع على قناعاتي باللي نجم مع حوارات مع الأصدقاء، وكانت كلمتي معناها تتقال، معناها مش خايف من حتى حد، لكن ما كانش فما نقولوا احنا عمل سور تيران كيما برشا مناضلين أخرين معناها في تونس اللي نحترموهم. أيوة. وثورة معناها شفتها نقولوا احنا فرصة كشاب تونسي أني الحقيقة نشمر على ذراعي ونخدم وتساهم نقدم حاجة لبلادي، وذي هي كانت أول كلمة معناها قلتها في معناها يوم هرب معناها المخلوع، وكانت ما بدها ياسر أنه هي فرصة للشباب اللي ربما كان يحس روحه معناها مقموع ومكتوف الأيدي أنه يتحرك ويقدم حاجة لبلاده، حكم أنا نسكن في ألمانيا وعندي علاقة بتوانسة هنا، دونك قلت نحاول نقدم حاجة لولاد بلادي هنا. في مرحلة أولى كانت أهم المشاكل اللي لاحظتها في العشر سنين إقامة، يعني عشر سنين مش شوية، يعني بديت تعرف وتطلع أنت بنفسك تونسي مقيم بالخارج واحد منهم، يعني فشنية المشاكل الأساسية اللي تواجه التوانسة المقيمين بألمانيا، سواء كان في حياتهم في ألمانيا وبصلتهم مع الإدارة الألمانية أو بصلتهم مع الإدارة التونسية عند العودة إلى تونس في العطل؟ حكم أني طالب يعني أو
معناها مازلت طالب، معناها نجم نحكي على نقول احنا مشكله عويصه نقول احنا يتشكوا منها الطلبه في العموم، ومن وقتها الى حد الان الحقيقه ما تبدل حتى شيء، هي نقص الاحاطه. اي الطالب اللي يجي نقول احنا ابوه وامه حطوا له 20 30 مليون باش يطلع لالمانيا، كان ما فماش جمعيه لوكال تخدم باش يلقى صعوبات كبيره، صعوبات من السكن، صعوبات في ايجاد المعلومه، صعوبات في التوجيه. هذه كل معناها مشاكل على الاقل في المرحله هذيك تعرضت لها انا وبرشا ناس كيفي، وعلى اساس هذاك بالضبط معناها على الاقل كان التحرك نتاعي الاول نعم انه نحاولوا نلقاو اطار جامع للناس الكل بالاختلافات الكل السياسيه. وقتها نعرفوا اللي بعد الثوره كان فما نقولوا احنا برشا نقولوا عن تجاذبات سياسيه، هذه على الاقل مشاكل حاولنا يعني تخص الشباب بدون ليس لها علاقة بالانتماءات، يعني هو وصل يلقى روحه وحده، ما عندوش شكون يحيطه، ما عندوش شكون يساعده، يعني هذه ما عندهاش علاقة بالانتماء الايديولوجي ولا السياسي. هي بالطبع هي هذا هو النورمالمون يكون، ولكن في مرحله من المراحل تعرف انت شنو هي صار معنا في تونس، وبحكم التجاذبات هذه يعني انا على الاقل كنت من الناس اللي لعبوا دور انه بالعكس تجميع، احنا شويه هنا عندنا مشاكل نحاولوا مع بعضنا معنا أسست نجمعوا. يعني جمعية ولا كيفاش؟ بالطبع بعد التحركات نتاع 2011 والعلاقه معناها والاجتماعات اللي عملناهم مع مجموعه من الطلبه، اسسنا جمعيه، جمعية تونيزيان أكاديميك سوسايتي، جمعية طلابية وأول جمعية في برلين تأسست مع مجموعة من الطلبة اللي احنا من وقتها لتوا معناها اون كونتاكت وان بون تيرم. ترأست هنا اون 2012 ووصلت معناها استقلت معناها وصلت عليها فترة، ثم عاد معناها تم إعادة انتخابي وتوا أنا استقلت منها بحكم خوضي المرحلة دي الانتخابية. ما حبيتش تعمل كمول يعني بتاع المسؤوليات باش تتفرغ تماما للحملة. بالطبع من ناحية، ومن ناحية على الأقل معناها الفصل بين العمل معناها الجمعياتي اللي هو معناها لازم أكثر بناء ثقة ويبعد شوية على السياسة، وبين العمل نقولوا احنا السياسي اللي هو فيه أكثر يعني تعبير كما على نقولوا باش ما يكونش فما كونفليت انتيري، يعني انت واضح تحب تخوض السياسة، تخلي العمل المجتمعي إلى جانبه وتتوجه تماما للسياسة، هذا اللي تقصده. بالطبع بالطبع طيب على الأقل في الفترة هذه. يعني هذا أمر يسر كمواطنين تونس، وأن نشوف الشباب بتاعنا شعر بالمسؤولية وبدأ يخوض يعني في الحملات ويتحمل مسؤولياته للمساهمة في بناء الوطن الذي هو له يعني وللأجيال القادمة، هذا هام جدا. كيف كانت ردة فعل التونسيين لما أعلنت للترشح بتاعك في ألمانيا؟ شنية ردة الفعل بتاع التوانسة في ألمانيا؟ فماشي تشجيع، فماشي أديزيون يعني حواليك، فماشي الناس يعني متعاطفين معاك، وإلا بحكم أنك لست شخصية يعني عمومية معروفة جدا مازلت تتعرف بنفسك، وهذا يعني الحملة هذه هي في الحقيقة بداية للتعريف بمحمد العثماني، أم في داخلك لا ليست بداية بالتعريف وإنما للفوز بالمرحلة هذه؟ والله مش كنا معناها صريحين، معناها النشاط نتاعي الجمعياتي ما كانش كان نشاط جمعياتي، بعدها معناها كنت عضو الهيئه التنسيقيه، تنسيقيه الجمعيه التونسيه في المانيا، وهذا مكاني اني ندور برشا في المانيا ونمشي لبون، بريمن، منشن، الى مناطق مختلفه ونتعرف على برشا معناها ناشطين جمعياتيين، ومنهم جزء معناها اتصل بيا في الفتره هذيك وقال لي علاش ما تخممش انك معناها تقدم نفسك للانتخابات هذه، هي فرصة معناها انك كشاب معناها ناشط واحنا نعرفوك، علاش ما تقدمش وتحاول توصل معناها على الاقل الافكار اللي معناها سعيت عليهم في الفترة مع المجموعة الكبيرة اللي قاعدين نخدموا بعضنا. يعني يعني قدمت سابقا في العمل الجمعياتي حتى الجالية التونسية عرفتك، هو هذا أهم شيء. نحب نسألك سؤال على الاقل يتبادر إلى نشط. ذهني لما أحكي معك، كما تعلم أنا استقبلت زوز مترشحين قبلك أنت، والميزة بتاع الزوز مترشحين إذا نقدر نسميوها ميزة، وأنه ما فيهمش واحد يسكن في ألمانيا، ما فيهمش واحد مقيم في ألمانيا، واحد يسكن في تونس والبرازيل،
والثاني يسكن في باريس وهو سي ياسين العياري، والأول هو سي منار اسكندراني. شنو أنت تقييمك، كيفاش تحسوا أنه أنت المقيم في ألمانيا والأخرين باراشوتي جايين من برا؟ يعني هل ترى معقول ولا يعني شنو تعليقك على هذا؟ تعليق الحقيقة، أنا في مرحلة مراحل كان عندي برشا نقاشات مع برشا أطراف في الفترة اللي قبل الترشحات، وكان فما رأي على الأقل متواتر أنه المرشح لازم يكون من دائرة ألمانيا أو من أبناء الجالية. نعم، هذا الرأي صحيح، معناه أنا سمعته وعبرت عليه لبرشا أصدقاء، معناه سمعته من ناس وعبرت عليه لبرشا أصدقاء من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا عبرت عليه علنيا، عطيت الأرجيومونتير علاش لازم يكون المرشح من أولاد الجالية. نجموش نعرفوا وعبرت الارجيومونتير، قلت علاش لازم يكون من اولاد الجالية، ولو هو منطقيا يعني كوماندي مختال يلزم يكون من اولاد الجالية لانه عايش وقعهم، شنو هو الارجيومونتير بتاعك انت؟ الو الارجيومونتير، انا نعطيك حادثة صغيرة. ديسمبر 2016، احداث برلين. في احداث برلين هذه صار اتهام تونسي انه هو ضالع فيها، وبعديك اتاكد هذا. في الفترة هذيك الجالية صار لها رجة، ونقول لك علاش بالضبط. على خاطر أولا تجبد اسم تونس، ثانيا في أول تعليق لوزير داخلية نتاع نوردهايم فيستفال اللي هي في غرب ألمانيا، قال اللي السلطات التونسية معناها ما عملتش الواجب نتاعها. السلطات ما عملتش الواجب نتاعها، يعني فما نوعا ما ضربة لتونس في العموم والتوانسة بصفة خاصة. فما تقصير يعني من السلطات التونسية اللي أشار له هذا الوزير؟ بالضبط، هو اتهام أو أشار إلى هذا. وفي نفس الوقت معناها أنا يتصلوا بي ناس يقولوا لي يا محمد راو حتى الناس اللي نتعاملوا معاهم قاعدين يتبدلوا، معناها فما بالحق معناها تونسي، أنت تونسي، دونك فما ربط. اللي هو في الفترة هذيك الحقيقة حسيت أنا معناها كناشط في المجتمع المدني ومجموعة كبيرة معي بالدونجي، دونك حاولنا نخرج. فما احتقان يعني اللي انشا من جراء التصريحات هذه. بالضبط، وحاولنا نخرجوا معناها وقتها في الويكاند هذاك باش في معناها في البقعه اللي صار فيها الحدث، ونقولوا راهو نحن كتوانسه متواجدين في المانيا نتعاطفوا مع الضحايا من ناحيه، ونحن راهو نثبتوا انه جاليه مندمجه تعرف شنو لازمها، شنو عليها وشنو لازمها تعمل. ما لها وما عليها، نعم. بالضبط، من الناحيه هذه بالضبط كان عندها امباكت على الاقل، معناها نقولوا احنا معناها امباكت ميدياتيك، استدعينا احنا الميديا وقمنا بخدمه باش نوصلوا على الاقل صوت معين من طرف الجاليه. وما تخليوش تونس يعني تتجرح بتصريحات بدون رده فعل. بالضبط، في نفس الوقت هذاك انا شخصيا كنت نستنى من النايب عند دائره المانيا يمثل توانسه في المانيا انه يجي في المانيا هنا سور بلاس ويحكي في الاعلام ويقابل مسؤولين ويعطي صوره اخرى على تونس اللي حاول معناها الاعلام يوجه لها او حاول معناها بعض الاطراف. وهذا ما تمش. وعلى اساس هذا انا الحقيقه قلت شنو هي دور النايب؟ انا سالت نفسي شنو هي دور النايب؟ النايب هذا اللي احنا انتخبناه والتوانس انتخبوه، شنو هي دوره؟ هل هو دوره دستوري بحت؟ اي نقولوا احنا معني حسب الدستور هو لازم نقولوا احنا معني يصادق على الحكومه بالضبط والقوانين معني يفوت على نعم قوانين يراقب الحكومه، هل هو هذا كهو الرول؟ هل ما فماش دور التمثيلي؟ معناها كيفاش نجموا معناها نقولوا احنا الدور التمثيلي هذا نبرزوه اكثر؟ يعني انت عندك وعي وانه الممثل للجالية التونسية في مكان معين خارج تراب تونس عنده مسؤوليتين، مسؤولية التي تعود إلى النائب في مجلس الشعب في تونس، والمسؤولية بتاع الجالية اللي في الخارج اللي هي عندها وضع خاص يلزم يكون هو يمثلها ويلزم يكون مرتبطة بصلة دائمة بها. هذا اللي تقصده؟ بالضبط. ونزيد نقطة هنا، أنه بحكم أنه ما فماش مجلس وطني للتونسيين بالخارج اللي من خلاله الجالية على الأقل تنجم توصل صوتها للحكومة والأطراف التونسية، النايب لازم عليه يلعب محمد. هالمجلس الوطني أنا نتفكر لما كان
كاتب الدولة النهضاوي حسين الجزيري مكلف بهذه المهمة بالتونسيين بالخارج. كان فما حوار وكان فما لقاءات من شأن إنشاء مجلس تمثيلي للتونسيين بالخارج في المهجر. وين وصل هذا؟ تمش انتخابه وتمش تأسيسه، ولا كالعادة ملف يفتح وأوقات تمضي وما فماش نتيجة؟ وين وصلنا في هذا؟ بالنسبة للمجلس هذا تم المصادقة عليه في مجلس النواب سنة 2016 في أوت. أيوة. وللأسف كنا نستناه أنه يتفعل في 2017 أو 2018، لكن لم يرصد له معناها نقولوا احنا التمويلات اللازمة. نعم. والأمور الترتيبية زاد معناها ناقصة، أنه الأوامر الترتيبية معناها مازالت ناقصة، دونك ما صارش المجلس هذا. دونك معناها الرأي على الأقل اللي أنا دافع عليه أنه ما دام المجلس هذا مش موجود، ما دام الجالية ما تنجمش توصل، ما عندهاش القنوات اللي باش توصل صوتها لتونس، بالضروري أنه النايب زاد يلعب الدور هذا. الجالية التونسية الجالية التونسية الناخبة هل لها وعي بالنقطة التي تطرقنا لها عن الممثل المقيم في ألمانيا والذي يحس ويعيش نفس ما يعيشونه، والممثل الذي يأتي من الخارج، ما هو مدى قبول الجالية الألمانية للمرشحين المرسلين من الخارج أو القادمين من الخارج إن لم يكونوا مرسلين؟ والله الحقيقة فما معني على الأقل في الاتصالات اللي عندي، ما هي ردود الفعل يعني؟ شنو ردود الفعل؟ بالنسبة لبرلين أو في أغلب الاتصالات اللي عندي هي رافضة أنه يكون معناه إنسان من خارج الجالية، والرفض هذا معناه يجي بحكم أنهم ناس هذوما زادة عايشين معناه بعض المشاكل. ما نحكيوش على نائب بيصير ملحق اجتماعي، نحكيو على نائب باش يوصل للصوت هذا، باش يلعب دور التمثيلي نتاعو. دونك الناس تشوف اللي دور هذا التمثيلي ناقص، وذاك علاش تقول انا مثلا كان انسان يجي يقدم روحه على المانيا البوست في مجلس نواب الشعب يمثلني انا، ما غير ما نعرفه او ما غير ما يخدمني او ما غير ما يوصل لي صوتي نولي ما ننتخبوش. وهذا برشا الناس قاعده تقول فيه حسب الاتصالات اللي عندي. محمد العثماني شاب صغير وعنده طموحات وهذا طبيعي ومصر اصلا، لانه لازم يقع تجديد الأجيال السياسية وهذا مهم جدا وسنة الله في خلقه. لكن كيفاش محمد العثماني باش يقاوم الأحزاب القوية التي اتفقت على اسم واحد وهم ما يعني حزب النهضة وحزب النداء اللي توافقوا من أجل المصلحة في هذه الانتخابات باش يعملوا مرشح واحد اللي هو المرشح الندائي؟ يعني عنده ماكينتين حزبيتين وعنده قاعدتين حزبيتين، كيفاش باش يجابه محمد العثماني يعني هالقوة هذه الانتخابية؟ كنقطة أولى على الأقل أنا مانيش ندخل في استراتيجية الأحزاب، وكل على كل حزب معناه مع احترامنا لكل الأحزاب عنده الحق معناه يختار أو يعمل استراتيجية اللي هو يحب عليه. لكن على الأقل من ناحية هذية فما ناس معناه مقتنعة انه في الفترة اللي فاتت اللي هي 2011 و2012 كان فما نقص معين في التمثيلية هذية، وعلى اساس هذية الناس حابه تشوف حاجة جديدة، حاجة جديدة هذية، وذاك علاش فما معناها الحقيقة نقولوا احنا زخم انه ربما علاش ما يكونش مستقل، علاش مستحسن نخلي نبدله شوية. شفنا معناها احزاب او هذا الهدف من سؤالي سي العثماني، وانه اليوم في تونس فما مش انا نقول فيه، هذه فما دي انستيتيو دو سونداج، فما محللين سياسيين، فما دي ثينك تانك اللي يقولوا في الكلام هذايا. اليوم الاحزاب الكلاسيكيه التقليديه تجمع غضب الشعب لانه ما شافتش نتيجه، وبالذات حزب النداء لانه اللي صوتوا لسيلباجي قايد سبسي رئيس الجمهوريه يعتبروه ما التزمش بما تعهد به في الحملة الانتخابية بخصوص النهضة، بل بالعكس اليوم فما أكثر من التقارب، فما تقريبا اندماج، وهذا الحال في ألمانيا. فيعني هذه تعتبر فرصة للمستقلين من أمثالك ولا لا؟ بالضبط، أنا نشوف هنا معناه أنه فرصة أنه المستقلين يكون عندهم على الأقل دور. نحكيه هنا على كرسي كهو، نحكيه على تمثيلية متاع جالية، نحكيه على ألمانيا، وهذا ما يخلي أنه ربما نمشيو المستقلين احسن. باش الهدف هو واضح رو.
يعني هدف انه في فتره من فترات معناها كان الجاليه هي صغيره، قداش فيها 90,000 مواطن هنا يعني عايشين في المانيا، عندك معناها 40% في غرب المانيا، وعندك معناها 20 في سود معناها في جنوب المانيا يعني، ومجموع 20 الفوق معناها وفي هامبورغ، و10% في برلين، معناها هكا ببري معناها في مش الدائره جالية كبيرة القنصليه. مقارنة بالتوانسة في فرنسا ولا في إيطاليا، تعتبر الجالية التونسية في ألمانيا جالية صغيرة يعني، فهذا معروف. بالضبط، هي جاليه صغيره، جاليه معناتها تتميز معناها بالاندماج، جاليه فيها كفاءات وعندها مشاكل. ليه؟ لكن طيب أنا فما نحب مشكله نفهم، اخرى. سامحني مثالش نقص عليك، شنو باش يجيب جديد محمد العثماني؟ انا كل المرشحين اللي استقبلتهم لهنا يعاودوا في نفس الكلام، باش نسمعوا مشاغل الجاليه التونسيه، باش نبلغوها للبرلمان، باش نحاولوا نحسنوا العلاقه مع السلطات الالمانيه، هذا الكلام كلكم متفقين فيه، ما فماش واحد خارج عن السرب في هذا الكلام. شنو باش يجيب جديد؟ ما هي ميزه محمد العثماني مقارنه بالمرشحين الاخرين؟ الميزه نتاعي بالضبط هي الاليات، كيفاش باش نوصل للهدف هذايا. عندي زوز نقاط، النقطه الاولى هو المجتمع المدني المتواجد في المانيا، واللي انا زاد عندي علاقه به. المجتمع المدني هذايا موجود مش متواجد في عندك المانيا، علاقة به، أنت ناشط فيه، أنت مؤسس. انا نعم. ناشط فيه وعندي علاقه في اطار معناها تنسيق الجمعيات، يعني هذا الكل، هذا جهاز حاضر، ناس ناشطه، ناس تقدم في خدمات للتوانسه وتربط معناها في العلاقات مع الالمان، هذوما ناس ينجموا يكونوا ان رولي للنيل، يوصلوا الصوت معناها نتاع التوانسه اللي هما معناها نقولوا احنا محيطين بهم الى النايب، والنايب ينجم معناها يعول عليهم باش يتواصل مع الجاليه. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني هي في القانون، معناها في قانون داخلي نتاع مجلس نواب الشعب، فما الاحقيه لكل نايب انه ينتمي لجمعيات الصداقه البرلمانيه. جمعيات الصداقه البرلمانيه ذي عندنا سوغانج، يعني سوغانج يعني سامحني، يعني هي علاقه مباشره بنواب المان في البوندستاج او في البرلمان الالماني. نعم. هذا ينجم يساعد ياسر، كان إما نعرف كيفاش توليو زملاء نستثمر. يعني بين نائب في تونس ونائب في ألمانيا، وتربطوا الجسور ويعني وتتكلموا مش فقط في مشاكل الجالية، لكن كذلك في العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية بين تونس وألمانيا. هذا يعني كلاسيكي هذا. هذا هو كلاسيكي، ونجموا نفعلوه اكثر، نجموا احنا معناها معناها كيفاش نجموا نخموا كيفاش نربحوا منه، قولوا تحسين الوضع من الناحية الجمعية، ما يقول من ناحية القائل، يقول القائل نائب مستقل مازال كي جاء وبقيت له فترة بتاع عامين تقريبا، يعني لأن هذه نص الفترة النيابة، ما تراش وأنه النائب الألماني يكون يفضل نائب ينتمي إلى الأحزاب الحاكمة حتى يقدر يفعل العلاقات، ولكن إذا كانوا نائب مستقل باش يحارب اكثر من غيره، وش قولك في هذا؟ والله ربما في ميزات، يعني انا الحقيقه بحكم النشاط يعني في علاقات حتى مع معناها منظمات معناها المانيه، اللي حتى تم دعوها في 14 جانفي اللي فات وقت عملناه في بلديه هنا شارلوتنبورغ، اللي هي معناها بقعه في برلين اسمها شارلوتنبورغ، وعملنا احتفال للثوره معناها واستدعينا فيه معناها برشا منظمات ومسؤولين المان، وهذيك معناها نقولوا احنا مش منها تعرفت على المنظمات الالمانيه او الاطراف الالمانيه، من قبلها يعني من قبلها فما حركيه سؤال في الصوت. السؤال مهم، احنا رينا تحركات بعد الثوره من السلطات الالمانيه، والسفير الالماني في تونس كان له تحركات كبيره، وكانت حتى علاقات مع المهدي جمعه وغيره، يعني حتى كان للنكته يعني كان ياكل في مشوي في جهه نفيضه على الطريق، فكانت ألمانيا تتحرك، وفجأة حسينا بنوع من الفتور في العلاقة التونسية الألمانية، رغم يعني العلاقة الحميمية بين ميركل والسيد الباجي قايد السبسي. ف يعني ماذا يمكن أن تقدموه لتونس؟ لأن تونس اليوم في أشد الحاجة إلى أن نقف بجانبها، وبخاصة أولادها اللي في الخارج. المنظمات الألمانية في العموم تخدم بالثقة، على قد ما تبني ثقة مع أطراف في تونس، وعلى قد ما تكون
عندها ثقة كبيرة فيهم على قد ما تخدم معاهم أكثر. في مرحلة من المراحل الثقة ذي بدأت تنقص بحكم الإشكاليات اللي يقاهم في ألمانيا، بحكم برشا معناها عوامل أخرى. الثقة ذي لازمها تبني ولازمها تواصل، وإحنا نجم نساهموا أن الثقة ذي معناها نبنيوها أو نقولوا حرموها سير بلاس هنا في ألمانيا، وهذا نتصور نجم يجب معناها. يعني إعادة بناء ثقة، وهذا بطبيعة الحال أسهل لشخص مقيم في ألمانيا منه إلى شخص غير مقيم في ألمانيا إذا يحب يبني ويعيد بناء الثقة بين الألمان وتونس، هكا ولا لا؟ هذا هو الشيء يعني بالضبط. طيب في بعجالة، بماذا نعم، تعد الناخبين التوانسة باش يصوتوا لك؟ أن نعيدهم أنه صوتهم يوصل، أي ثم مشكلة متاع طالب أو متاع عامل أو متاع عائلة معناها في بقعة من البقايا، ثم جمعية نقول واحنا في المنطقة هذيك أنا باش نكون قدرة ربي عندي معاها اتصال. الجمعية هذيك هي باتصال مباشر، وأنا نلتزم أني أي حاجة أي مشكلة نوصلها على الأقل، نوصل الصوت هذايا ونحاول ندافع على المصالح اللي تخص التوانسة. والحاجة اللي تميز ربما أنه العلاقة هذه مع الجمعيات والعلاقة مع التوانسة الناشطين وعلاقة مع الناس اللي بالحق مامنة بخدمة تونس وبخدمة الجالية، ومنهم برشا في ألمانيا، وأنا نأكد هذا. أنا نشوف في البرنامج بتاعك عدة نقاط، منها الدفاع عن مصالح التونسيين في ألمانيا، وهذا طبيعي يعني لأنه هذا أبسط البديهيات، وأنك إذا باش تمثل التوانسة في ألمانيا يعني وأنك باش تدافع على مطالبهم ومصالحهم، إدماج الجالية في معركة التنمية والاستثمار، هذه نقطة مهمة جدا لفتت انتباهي لأنه شفت البرامج ما ريتش النقطة هذه وشفتها نوعا من التميز فيك أنت، وهو إذا كان تنجح في هذه النقطة يكون رائع جدا، لأنه إذا أدمجت التونسيين المقيمين في ألمانيا في المجهود الاستثماري وفي التنمية الاقتصادية في تونس، حتى ما نكونوش ديما نعملوا كان على البراني، يعني تنجمش تفهم لنا الفكرة دي لأنها نقطة مهمة جدا. النقطة دي منطلقة من واقع يعرفه كل تونسي يسمع فينا تو. الواقع ده انه يعني على الاقل التونسي اللي يعني تكون يخدم على روحه ويحاول معناه يخمم شنو ينجم يعمل تونس او شنو ينجم يعمل روحه في تونس، يعني يحاول يبني دار مثلا، يعمل شي مشروع صغير ولا حاجة هكا، ومن بعد مثلا وقت كان في حالة انه يبني دار باش يحط لها مرة مرتين في العام، ومن بعد الله يقدر معناها تسرق له. هو يخمم انه بالعمل هذاك هو هب دوفيز تونس، هذا هام بيان سور، مانيش باش نقصوا من الاهميه نتاعو، لكن فما حاجه اخرى ينجم يعملها باش ينفع بها البلاد من ناحيه ويستنفع زاده هو من ناحيه اخرى. شنية؟ يعني كان احنا نجموا نربطوا الثقه معناها سولون ان كونسيبت بيان اون اتيود معناها بيان سور هي حاضره معناها، كيفاش نجموا نربطوا الثقه بين التونسي هنا في المانيا بشركاتنا ومؤسساتنا في تونس اللي يحبوا يطوروا راس مالهم من ناحيه، يحبوا يدخلوا اكثر خدامه، وكيكا تولي فما شانس للتونسي في المانيا انه يدخل دوفيز البلاد، ينفيستي في الشركات هذوما ويستنفع منهم. مع ضمانات. هذه الفكره هذه. نعم. بارك الله فيك، ايش قولك في نحب كلمه على المرشحين اللي انت قاعد تتبارز معاهم لانه هذا صراع سياسي، كيف تقيم انت مثلا، لو طبيعي يعني مش معناها عادي باش تتكلم على المرشحين الآخرين، هذه هي المنافسة وروح المنافسة، كيفاش تقيم مثلا ترشح منار اسكندراني وبعدها ترشح نائب النداء يعني مرشح النداء وسي ياسين العياري بالنسبة إلى محمد العثماني، نحب كلمة على كل واحد باش نعرف يعني أنت للناخبين بتاعك على الأقل يشوفوا شنو الفارق، شنو اللي فرق بين الثلاثة هذوما وعلاش تتميز على كل واحد منهم أنت؟ أولاً أنا الأسماء اللي ذكرتها كل نحترمها. ثانياً هذا ما نشكوش فيه، خلينا من اللغة الخشبية، راك مازلت صغير، ما تدخلش في اللغة السياسية، نعطينا بالرسمي. معناها فما اتصال معناها ومع الكل، بارك الله فيك، هذا من أخلاقك وأنك تحترم غيرك، ممتاز. لكن سياسياً من ناحية أخرى، إيش عادي ما نقول مثلاً في ياسين العياري؟ لانه هو اللي فيرولون هكا شويه في الحمله ومتحمس وكل شيء، انت مثلا مقارنه بياسين العياري باش تتميز عليه؟ انا نقول مقارنه بالصديق ياسين العياري اللي هو عايش في باريس واللي هو ماذا به يروح لتونس، نقول له
الاتصال بالجالي هنا والناس شنية تحب معناها تستنى من نايب راو معناها وقت باش تاخذ صوت انسان عندك مسؤوليه. المسؤوليه هذه ما تنجمش معناها نقولوا احنا تلتزم بها كان انت ما عندكش اتصال بعمق التوانسه في المانيا. وذاك علاش انا من الاول معناها نصحته انه ربما ما يدخلش الانتخابات هذه وانه يدعم معناها احد المرشحين في هدف انه على الاقل يكون عنده اكثر حضور. بيان سور ان نحترم معناها انه هو معناها قدم وراح ولكن وهذا راي واضح هذا اللي حبينا نسمعوه. وبالنسبه لمنار اسكندراني الراجل عايش ويتكلم بطلاقه وعنده صغار المان وكان يعيش في المانيا ومن كبار التجار في المانيا سابقا يعني فيعرف البلاد ويعرف العمق الالماني. هذا ما نشكوش فيه اللي هو يعرف ولكن هو مش عايش في المانيا. هو ما معناها ربما متصل بمجموعه من معناها مجموعه معينه وهو كان معناها داخل في اطار معناها استراتيجيه معينه وهذا انا مانيش باش نقيمه ولكن نقول اللي معناها مش كما هو يحكي كما الحقيقه. هذا هو شنو اللي عندي من قول. يعني فما الحقيقة وفما الوجه المقدم. نعم. باهي. وسي فيصل مرشح النداء، نقول فيصل لأنه الحقيقة ما نكذبش على المستمعين ما نعرفش حتى اسمه يعني شكونه. بالنسبة لسي فيصل اللي هو دكتور معناه يعتبر من الكفاءات التونسية معناه في ألمانيا، هذا جانب. بالنسبة للجانب السياسي الحقيقة معناها بالنسبة لحركة نداء تونس وحزب نداء تونس في الاخر الناس معناها هي تقيم وقيمت وانا عندي اتصالات معناها يوميه اللي الناس تقول لا خلي نبعدوا على الاحزاب ومع احترامنا للمرشح. هذه ديما فما الكلمه هذه على خاطر كونكريتمون انت بعد تبع حزب يعني عندك حمل نتاع الحزب هذا وفي الاخر معناها تسيوم لو بيلون نتاع الحزب يعني انت تتحمل يعني الناس باش تحكم عليك على البيلون نتاعك معناها بقطع النظر عن كفاءتك عن شخصك وكفاءتك. به البرنامج اشرف على النهايه، كلمه اخيره تصور وانك امامك الجاليه التونسيه، تفضل ايش عندك ما تقول لها؟ بالنسبه للجاليه التونسيه اللي هم اخواتي واصحابي وعائلتي انا مامن اللي صوتنا الكل وصوتكم لازم يوصل. مامن اللي فما دوله تونسيه قالت تعمل في جهدها لكن جهدها ذي ناقص، فما احاطه ناقصه، فما توانسه عندهم مشاكل، فما اطراف المانيه الثقه معها دردعت، هذا كل نجموا نبنيهم مع بعضنا. نبنيهم مع بعضنا وقت نتكاتفوا نخدموا مع بعضنا، نخدموا الجمعيات، نخدموا التوانسه هنا في المانيا، ننشطوا الكل، هذا يهم ياسر، ونساهموا مع النايب اللي هو لازم يلعب زاد الدور التمثيلي في ايصال صوتنا لتونس، في اعانه تونس، وفي حب تونس مع بعضنا. هذا ما عندي نقول. شكرا سي محمد على تلبية الدعوة ونتمنى لك النجاح كما نتمناه للباقي، والأحسن هو اللي ينجح إن شاء الله في صالح تونس، وهذا هي دائما القاعدة الوحيدة، الكل من أجل تونس. بارك الله فيك وإلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء. سلامة. سلامة.